السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع إنجاز تمارين المستوى السادس، رياضيات الأعداد العشرية، الجمع، الطرح والضرب، تمرين رقم 7. أكملوا كل كتابة ضربية بكتابة العدد العشري المناسب. العدد العشري الأول 0.7، في 0.6 تساوي 0.247 في 6.42. جوج الأرقام من بعد الفاصلة هي 0.42. العدد اللي غنضربوه في 8 ويعطينا 16 هو 2. عندنا جوج الأرقام من بعد الفاصلة، إذن 0.2. العملية الموالية 0.7، العدد اللي كنضربوه في 7 وكيعطينا 28 هو 4. اكتبوا 4. عندنا جوج الارقام من بعد الفاصله، اذا 0.4. 0.4 في 0.7 تساوي 0.28. 0.3 في 0.4، 4 في 3 12. اكتبوا 12. عندي جوج الارقام من بعد الفاصله 0.12. التمرين الموالي 8، اشترى الاب 10 دفاتر بثمن 3.75 درهم للدفتري. احسب الثمن الذي اداه واستعمل محسبة التحقق من النتيجة. الاب شرى 10 ديال الدفاتر بثمن 3.75 درهم للدفتر. عندنا عدد عشري باش نحصلوا على الثمن الذي اداه، غادي نضربوا ثمن الدفتر الواحد في 10 دفاتر في عدد الدفاتر. هنا عندنا عدد عشري، العدد العشري فاش كيضرب في 10 كنبقاو نزيدو بالفاصله. هنا عندي 10، عندي غير 0.1، اذا غنزيد الفاصله بعدد واحد، اذا النتيجه هنا هي 37.5 درهم. وغنتاكدوا من النتيجه واش صحيحه باستعمال المحسبه، نجد نفس النتيجه. تمرين رقم 9، انجزوا ثم تحققوا باستعمال المحسبه. كما قلنا العدد العشري باش كنضربوا في 10 او في 100 او في 1000 كنبقى نزيد بالفاصله، غادي وكنزيد بالفاصله. هنا عندي 10، عندي غير 0.1، كنزيد بالفاصله برقم 1، يعني 0.4 غادي تولي لنا 4، تصبح تساوي 4. 0.04 في 10 غنزيدو بفاصله برقم واحد، حيت عندي غير هنا صفر، الجواب هو 0.4. عندي هنايا 0.004 في 10 تساوي 10.01، رقم واحد من الفاصلة هي 0.004. ماشي 0.35 في 10، عندي هنايا 10، يعني 0.1 رقم واحد، إذا غنزيد بالفاصلة برقم واحد، الجواب هو 3.5. 100 فيها جوج الأصفار، غنزيد بالفاصلة بجوج الأرقام، الجواب هو 35. 0.35 في 1000، غنزيد بالفاصلة بثلاثة الأرقام، عندي جوج أرقام من بعد الفاصلة وهي 35 وغنزيد صفر، إذا الجواب هو 350. 5 في 10 عدد صحيح طبيعي، 5 في 1 5 وأضيف صفر. 58.4 في 100، عندي هنا جوج الأصفار في 100، عدد عشري غنزيد بالفاصلة جوج الأرقام، 8 الجواب هو 58.4 وغنزيد صفر، عفوا نزيد برقم الأول ورقم الثاني، يعني 4.0، يعني الجواب هو 5840. 10 في 0.5 بحال قسمنا 10 على جوج، هي الجواب هو 5. تمرين موالي تمرين رقم 10، أكتب الفاصلة في كل نتيجة إذا كانت ناقصة. نحسب نفس الشيء بالنسبة لهذا التمرين، عندي 47.26 في 10، غنزيد برقم بعد الفاصلة، يعني عندي غير 0.1 هنا، غنزيد برقم 1، يصبح الجواب هو 472.6، عندي يعني الفاصلة غتكون هنا.
0.0075% تساوي 0.75. عندي هنا جوج الأرقام صفر صفر، غنزيد بجوج الأرقام من بعد الفاصلة بالفاصلة بجوج الأرقام، الجواب هو 0.75. يعني الفاصلة غادي تكون هنا، عفوا ما بين صفر، يعني الجواب هو 0.75. 4.63 في 10، عندي 0 1 هنا في 10، غنزيد برقم واحد تصبح الجواب هو 46.3 أو .30. 0.73 في 1000، غادي نزيد هنا بثلاثة الأرقام، الرقم الأول الرقم الثاني والرقم الثالث، يعني 730، يعني الفاصلة هنا غتكون ما بين الصفرين. تمرين رقم 11، أكمله بكتابة العدد المناسب. شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 36.5 باش يعطينا 3650؟ لاحظوا هنا باش نحصل على 3650 زدت بجوج الأرقام، يعني العدد اللي خاصني نضرب به خاص يكون في جوج الأصفار، يعني هو 100. إلا زدت دابا بالرقم الأول وزدت الرقم الثاني اللي هو صفر، غنحصل على 3650. ما هو العدد اللي غادي نضربو فيه 7342.4 باش يعطيني 73424؟ باش زدت برقم واحد من بعد الفاصلة، إذا أشنو غادي نزيد؟ رقم واحد يعني 10، إذا هنا رقم 10 يعني رقم 01 رقم واحد، إلا زدت به يعطيني 73424 في الجواب. ونجدو دينيا كل عملية. هنا لحساب الأعداد، الأعداد العشرية، عندي هنا 0.01 الجداء يساوي 6 في 1 6، أكتبه 6. شحال عندي من رقم بعد الفاصلة؟ عندي واحد وعندي جوج، غادي نزيد صفر هنا وندير 0.06. العملية التانية تساوي، عندي هنا 0.64 في 0.1، 1 في 64 هي 64، أكتب 64. شحال عندي من رقم بعد الفاصلة؟ عندي 1 2 3، عندي هنا جوج الأرقام غنزيد عليهم صفر باش يوليو 4، ثلاثة الأعداد 0.064. 6.4 في 0.1 تساوي، هنا غنزيد بالفاصلة، يعني 6.4 في مثلا في 1 هي 6.4، ولكن هي عندي خاصني نزيد نرجع بالفاصلة اللور، لأن عندنا 0.1، إذا الجواب هو 0.64. في الصفر و في ملي كيكون عندي 10 الجداء كنزيد بالفاصلة القدام، كنبقى نزيد بالرقم 10 كنزيد برقم 1، 100 كنزيد بجوج الأرقام، 1000 كنزيد بثلاثة الأرقام. ملي كيكون عندي 0.1 كنرجع اللور بالفاصلة، كنرجع برقم 1، كنرجع ب كيكون عندي 0.01 كنرجع بجوج الأرقام، 0.001 كنرجع بثلاثة الأرقام. 0.01 تساوي 1 في 1 هو 1، عندي شحال من رقم في من بعد الفاصلة؟ 2، إذا 0.01 تساوي 1 في 1 1، عندي نجوج الأرقام بعد الفاصلة وهنا رقم واحد، إن ثلاثة الأرقام بعد الفاصلة 0.01، عفوا عندي 1 في 1 هي 1، عندي ثلاثة الأرقام من بعد الفاصلة وهنا رقم، إذا هنا غيكون عندي ربعة الأرقام، عفوا هنا 0.3 ربعة الأرقام، يكون عندي 0.001. 436 في 0.1 تساوي، هنا غنرجع بالفاصلة، إنما العكس ديال 10، 0.1 هنا العكس ديال في 10، في 10 غادي كان كنت غنزيد صفر أولا غنزيد بالفاصلة برقم واحد، هنا غنرجع بالفاصلة برقم واحد حيت عندي رقم واحد من قبل من بعد الفاصلة، عفوا. إذا الجواب هو 43.6، هنا عندي 0.01، يعني جوج الأرقام غنرجع بجوج الأرقام، تصبح الجواب هو 4.36.
هنا عندي 1 2 3 3 أرقام، يعني نحسب 3 أرقام، الجواب غيكون هو 0.436.